السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتحدث عن فوائد التمر. يا ريت تشتركوا بالقناة وعمل لايك للفيديو حتى نستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يحتوي على معظم أنواع السكريات المفيدة للصائم والتي يحتاجها، إضافة لبعض العناصر الغذائية التي تمده بالطاقة. يتضمن الكثير من المواد التي تنقي الجسم وتطهره، يهضم ويمتص بسرعة كبيرة جدا، فلا يحتاج أكثر من ساعة حتى يتم هضمه ليقوم هو بدوره بإمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها. زي ما احنا شايفين العديد من الفوائد للتمر. يمنح الشعور بالشبع وبالتالي يقلل من الشعور به بشكل كبير خلال ساعات النهار نتيجة احتوائه على كميات كبيرة من المعادن والألياف والفيتامينات التي بدورها تمنع الشخص من تناول كمية كبيرة من الطعام.